حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. فزماروت انجيف يسنيو خنبران مبشويس انتني قوم كيريف لوجي سونيك توكاتا يو اننا جيو افانجيليو توانا غنوزما من مزامير أبينا داود النبي بركات على جميعنا أمين، فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه في مجلس الشيوخ، جعل أبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذلك سارق ولص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا، الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج واجد مرعى، وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لكم أفضل. صالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له، فإذا راى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة لراع واحدين.